النهاردة إن شاء الله مع بعض هنبتدي المحاضرة الثانية في الـ Communication Skills، واللي هي بتتكلم عبارة عن الـ Perspective in Communication أو التواصل من خلال وجهات النظر. تمام؟ من خلال وجهة النظر. طيب. We all come to each communication exchange with our own filter. كل واحد ما بيجي يتواصل بيبقى له الفلتر الخاص بيه أو وجهة النظر الخاصة بيه. Through which we see the world، من خلال رؤيته للعالم، يعني كل واحد بيبص للعالم أو بيبص للصورة اللي قدامه من الفلتر بتاعه. The person we are communicating with and the situation or topic we are communicating about، يعني أنت بتشوف العالم أو رؤيتك أو الفلتر الخاص بيك من خلال الموقف أو اللي أنت هتتواصل فيه أو الحوار اللي أنت هتكون بتديره. طيب، these filters mean that we don't always start with the same perspective as the person we are communicating with. المنظور ده أو الفلتر ده هيخلينا مش كل واحد يبتدي العلاقة ديت من وجهة نظر أو المفهوم الموضوع ده من وجهة نظر لنفس وجهة النظر بتاعك، يعني أنت هتبص للصورة ديت أو لو أنا اديتك حاجة معينة قلت لحضرتك أنت هتتعامل بيها إيه رأيك؟ فأنت لك وجهة نظر وأنا ليا وجهة نظر. تمام؟ انواع الادراك او وجهات النظر، في عندي ادراك بصري وفي ادراك لغوي. الادراك البصري اللي هو علاقه او الصوره اللي انت هتشوفها، اللغه بتاعتها او الادراك اللغوي اللي هي طريقه الكلام، زي لما اقول لحضراتكم كده صباح الخير وفي حد تاني بيقول طريقه صباح الخير بطريقه مش كويسه، يعني مثلا بيقول لك صباح الخير بيضغط على اسنانه او بيكون متضايق وهو بيقول صباح الخير. ففي الحالتين الاثنين دولت يبقى انا هنا كده اللغه بتاعي مختلفه، مع ان نفس الكلام اللي انا قايله لكن هو ممكن يحمل معنى مختلف. كذلك الادراك البصري، الطريقه نفسها او التعبيرات الوجه اللي انا بتكلم بيها بتبقى مختلفه. طيب، هنا لو انا جبت صوره زي كده قلت لحضراتكم ايه رايكم او ايش انطباعاتكم عن الصوره ديت، حد ممكن يقول لي ديت صورة بنت صغيرة، تمام؟ حد تاني ممكن يقدر يقول ان ديت صورة ست عجوزة، ما هو شافها من وجهة نظره. واحد ممكن يقول الصورة ديت لواحدة سيدة مغرورة لانها عاملة تاج وعاملة شعرها بالشكل ده، ومش أو واحدة ممكن يقول إن ديت صورة لسيدة من الطبقة الأرستقراطية، يعني لابسة لبس ريش نعام ولابسة كوليه محاجة وفرير. فبالشكل ده كده ممكن كل واحد له وجهة نظر للصورة اللي موجودة قدامه. طيب، الـ visual perception أو الإدراك البصري. This filter can be visual as a famous example. What you see when you look at the picture, a young woman or a young woman or an old crone، امرأة طاعنة في السن. تمام؟ الاثنين المنظورين مسموحين وممكن كل واحد يفهمها من وجهة نظره. وهنا الحاجات الدلائل اللي خلتك تبني وجهة النظر ديت، انت قلت وجهة النظر ديت على اساس ايه؟ تمام؟ طيب، both of perspective represent in the young and old woman are valid. الاثنين متاحين ومقبولين لان انت شفت كل واحد شافه من وجهة نظر. They are simply two different ways of seeing the same thing. يعني بنفس الشكل انت شفته بس كل واحد شافه بطريقة مختلفة. We can't decide that one doesn't exist just because we don't see it. We have to recognize that there is more than one way to perceive the picture, just like there is usually more than way to see the situation. انا قدامي بالظبط 3 دقايق يا جماعه وهقفل، هعمل لوك عشان مش كل شويه هفصل شرح وندخل الناس، فيا ريت بلغوا الناس على الواتساب علشان احنا هنعمل لوك للجروب بتاعنا دلوقتي عشان نشتغل نكمل المحاضره بتاعتنا. طيب، اللغة. How many times have you received an email that seemed to have a certain tone to it؟ في النبرة زي ما بيقولوا كده، نبرة صوتك مش عجباني ليه؟ تمام؟
انت النهارده بتقولي صباح الخير من تحت سنانك، صباح الخير مبسوط، صباح الخير ما انا مش عاجبك، صباح الخير انت متضايق في حاجه، صباح الخير انت جاي زعلان. نبره الصوت ديت هي اللي احنا بنتكلم عليها. And that perception of the tone colored the way that you might have responded. النبره ديت ملونه بالطريقه اللي انت هتستجيب بيها. تمام؟ برضو في مثال مشهور جدا عندنا بنقول ايه؟ A woman without her man is nothing. تمام؟ ما تقراش العربي وخلينا نبص كده تاني على اللغة أو نفس الجملة التانية. A woman وقفت without her man is nothing. يبقى هما الاتنين نفس الجملتين بشكلهم، لكن الوقفات بتاعي في الجملة هنا غيرت المعنى تماما 180 درجة. الأولى A woman without her man is nothing. المرأة بدون زوجها هي لا شيء. لكن الثانية A woman وقفت without her وقفت man is nothing. المرأة بدونها الرجل لا شيء. يبقى هنا المرأة بتعتمد على الراجل وهي من غير الراجل لا تسوى شيء، وهنا المرأة بدونها الراجل لا يسوى شيء. تمام؟ يبقى هنا المرأة بتعتمد على الراجل، وهنا المرأة الراجل هو اللي بيعتمد عليه. نفس الجملتين، ولكن الوقفات اللي حضرتك بتقولها في طريقة الإلقاء على الناس أو في المحاضرة هي اللي بتغير المعنى، وده برضو بيبين لنا وجهة النظر أو طريقة الإلقاء أو التون أوف فويس بتاع حضرتك وأنت بتتكلم. طيب الفاكتورز افكتنج اور برسبكتيف، العوامل اللي بتأثر على وجهة النظر بتاعتنا. أول حاجة مثلا there are a multiple of other factors that can affect our perspective. Some of these factors come from our past experience. الحاجات دي جاية من خلال الخبرة بتاعتنا. تمام؟ ممكن التحيز، وممكن المشاعر، وممكن البيئة. لو هنيجي نشوف هنا الحاجات اللي بتأثر عند الخبرات السابقة، لما أجي أنا من خلال خبرتكم مثلا في التعامل معايا، فأنتوا فاهمين على طول وجهات النظر والكلام اللي أنا بقوله، فاهمين المعنى بتاعي. أو لما أجي أشرح لكم مثلا حاجة في الهيت ترانسفير، النهاردة لما أجي أشرح حاجة في الهيت ترانسفير أنتوا فاهمين، لأن أنتوا أوريدي درستوا هيت ترانسفير السنة اللي فاتت. طب لو السنة اللي فاتت أنتوا كنتوا أول مرة تتعرضوا للهيت ترانسفير، فيبقى أنت كده ممكن ما عندكش خبرة عن الموضوع، فأي حاجة ممكن تفهمها بمحمل تاني. زي مثلا لو أنا جيت قلت الكيو، رمز الكيو، لو انت ما كنتش خدت هيت ترانسفير فانت مش فاهم ان ده معدل انتقال الحراره. تمام؟ كنت هتربط خبرتك بالفلويد ميكانكس وتقول ان ده الفوليوم فلوريت. معايا؟ يبقى انت عندك الخبرات في الموضوع لما بتيجي تتكلم، فده بيأثر على وجهه النظر. الحاجه الثانيه البريجودوس او التحيزات. ممكن انت سي مثلا لو انت متحيز في فصيل سياسي معين او متحيز لموضوع معين، فانت على طول ممكن ايه تفهمه بالطريقه اللي هي طبقا للاهواء بتاعك او المشاعر او التحيز اللي انت منحاز ليه في الافكار بتاعتهم. سي مثلا انت ممكن ما تقبلش الشرح من حد معين فانت متحيز ضده، ففي الحاله دي تبقى اكيد على طول هيبقى في وجهات نظر سيئه او في معلومات غلط هتبقى تواصل بينكم. معايا؟ طيب الحاجة الرابعة بعد كده المشاعر. مشاعرك تجاه الموضوع أو تجاه الشخص أو تجاه بيئة العمل نفسها، ده بيأثر على وجهة نظرك من خلال تقبلك للمعلومة اللي هي بتتشرح لحضرتك. طيب كذلك الانفايرومنت، البيئة المحيطة. أصلا البيئة المحيطة لها عامل مؤثر جدا في 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 عرض المعلومات أو في التواصل مع الأشخاص. ممكن الصوت العالي، ممكن الجو الحر، ممكن انت مش مستريح، كذا حاجه تمثل الانفايرمنت، كل ده بيأثر على وجهه نظرك للموضوع اللي معروض على حضرتك. طيب الباست اكسبيرينس هو بيشرح بقى، هيشرح كل حاجه. Imagine that you are in a meeting where you will be discussing changes in your personal policies at work. What will you be bringing to that conversation? انت هتتكلم عن حاجات مثلا علاقات او السياسات الشخصيه بتاعك اللي هتبقى في العمل.
ايه اللي انت متوقع ان انت تجيبه معاك؟ You might have examples of other company personal policies. انت هتجيب معاك السياسات بتاع الشركات الاخرى في الاجتماع ده، هتجيب مثلا امثله عن your own time in the company، وقتك انت من يوم ما اشتغلت، وايه اتجاهاتك او مشاعرك ناحيه الشركه، تمام؟ ده كل ده انت هتبقى جايبه معاك في الاجتماع. In every one of these situations، في كل موقف، your communication is being affected by your own or by your past experience. بمعنى ايه؟ دلوقتي لما اقول لكم يا جماعه احنا عندنا اجتماع هنناقش فيه حاجات عن الهيت ترانسفير، لو انت درست الهيت ترانسفير فانت هتجيب معاك المحاضرات، هتجيب معاك الكتاب اللي انت كنت شغال منه، انت فاهم، انت غالبا عندك رؤيه ايه اللي هنتناقش فيه في الموضوع ده، لان انت عندك خبره بالموضوع ده قبل كده، تمام؟ طيب your situation or you enter a situation, a meeting or a conversation with a certain expectation. انت عندك توقعات اصلا في الموضوع لان انت already عندك خبره منه. طيب بيتكلم بقى، بيشرح عن البريجودوس او التحيزات. We all have prejudice، كلنا لنا تحيزات. They occur when we take our past experience with a person and assume that the same type of experience will happen with all people who are similar to the first. Prejudices are partly due to culture and partly due to personal preference or experience. غالبا التحيزات بتبقى متعلقه بالثقافه بتاعتنا احنا نفسها او الطريقه اللي احنا اتربينا عليها. طيب المشاعر او الفيلينجز. For this area of influence there are actually two ways in which your feeling can influence your communication with a person. أول حاجة, the first simply refers to the way that you feel on a given day. النهاردة أصلاً مشاعرك, اليوم أصلاً في حد ذاته أنت جاي من مواصلات وجاي متأخر وجاي متبهدل, فأنت أصلاً ده بيأثر على مشاعرك تجاه, مثلاً لو هنتكلم على المحاضرة, انت جيت لقيت الدكتور سمير الشامي عندك الصبح وانت جاي في المواصلات ووقعت من الاتوبيس وتعورت والعربيه اتخبطت وفلوسك ضاعت والجو حر وانت جاي اصلا زهقان وقرفان واعصابك تعبانه اصلا من المشوار كله, تمام؟ فده هيأثر على وجهة نظرك, حتى بغض النظر انت مستريح في المعامله مع الدكتور سمير او مش مستريح, ده في حد ذاته اصلا اليوم بتاعك جاي اصلا صعب من اول اليوم. برضه الحاجة التانية, the second aspect, about a specific person. انت اصلا مش حابب تتعامل مع الشخص ده او انت مش مستريح له او كذلك انت مستريح. زي مثلا كده في ناس جاية على الصبح يقول لك احنا عندنا المحاضرة الفترة الأولى بتاع الدكتور سمير الشامي, او محاضرة صعبة وزهقانين وهو مش مريح واحنا محاضرة وخلاص وهتعدي 5 دقايق, في حين ان في ناس تانية مثلا لا ده احنا جايين من الصبح بدري حابين نحضرها, لا ده احنا محاضرة بنستناها من الاسبوع للاسبوع. فالمشاعر بتاعك تجاه الشخص نفسه بغض النظر, يعني هي مادة مهارات اتصال انا ماليش دعوة, هي المادة طبيعتها كده او اسمها كده, او لو هنتكلم في مادة هيت ترانسفير فلويد ميكانكس انا مالي ومالي المادة, بس انت مش حابب الشخص نفسه اللي بيشرح لك المادة, او انت متشوق ان انت تقابل الشخص نفسه ده, اسلوبه بيعجبك, المحاضرة بيقولها بطريقة كويسة, فانت مستني, عايز يا ريت كل المحاضرات بتاع حضرتك تبقى مهارات اتصال, تمام؟ الطريقه اللي هو بيتكلم بقى عن اليوم بتاعك مثلا زي ما احنا شرحنا, اليوم صعب, المواصلات, الحاجات زي كده, او الشخص المحدد اللي احنا بنقول عليه. طيب الانفايرمنت, all of us communication differently in a different environments. التواصل نفسه ممكن لو انا بشرح لكم المحاضره ديت زي ما احنا دلوقتي كده بنشرح في البيت, يبقى الانفايرمنت كل واحد بقى قاعد براحته ولابس الترنج, بيشرب شاي, بيشرب قهوه, في ناس قاعده حاضره المحاضره, في ناس قامت ومشت وسابتنا وسايبه المحاضره شغاله, تمام؟ زي البيئه اللي احنا شغالين فيها, او زي النهارده كنا قاعدين في المدرج الجو حر مثلا, ما فيش بروجيكتور, في عندنا مشكله, الكراسي, الصوت اللي طالع لداخل, الانفايرمنت ده البيئه بتغير وجهه نظرك للمعلومه. Do you speak to your colleague the same way that you do your friends? أنا بتكلم معاكم بعتبركم زي أصحابي, ما بتكلم مع أصحابي وبنتكلم بهزار, ولا بنتكلم فورمال والموضوع بقى صعب ومش مريحين في الكلام مع بعض؟ Do you talk strangers
with more or less formality than people you know well. طريقة الكلام نفسها بنتكلم ب formality يعني بصفة رسمية، ولا بنتكلم فريلي بحرية مع بعض، ممكن بنضحك بنهزر، ولا الموضوع بطريقة formality. Do you talk to your subordinates the same way when your own boss is there as you do when he is not there؟ انت بتتكلم مع الناس اللي اقل منك او الناس اللي اعلى منك زي ما انت بتتكلم مع مديرك كده، او زي ما انت بتتكلم مع اخوك، او زي ما انت بتتكلم مع والدك، او زي ما بتتكلم مع والدتك. طبعا بتتكلم مع والدتك مثلا بتتكلم بحرية خالص بقى، ويا حاجة والكلام من ده، وتضحك كلمتين وتضحك عليها وتاخد اللي في جيبها وانت ماشي. لكن والدك تعرف تتكلم معاه بالطريقة ديت، هيقوم جاي على طول خبطك في الحيطة، وخصوصا لو حضرتك بتحوم عايز تاخد لك ايه 20 30 جنيه ولا 100 جنيه، ويا سلام انا قلت له هات 200 جنيه، ممكن يرميك من الشباك. فهل الطريقة نفسها انت بتتكلم مع والدك او والدتك او الموظفين بتوعك او المرؤوسين بتوعك؟ ده بنتكلم على النوع ده. طيب عناصر التواصل او الـ elements of communication، عندك اللغة او الـ words، عندك الـ tone of voice، عندك الـ body language، عندك أهم حاجة الـ face to face communicate، عشان كده هي محطوطة في النص في السنتر بتاعي. يبقى عناصر التواصل واحد اتنين تلاتة، والرابع هو أهم واحد ممكن نبرة الصوت. يبقى ديت بتتواصل من خلال نبرة صوتك، ممكن بنتواصل من البادي لانجوج. طبعا المحاضرة دلوقتي أنا كان يهمني، أنا مش عارف في عندي مشكلة في الكاميرا، بحيث إن أنا برضو أحب إن أنا أشوفكم وأنتوا تشوفوني كأننا في المحاضرة بالظبط. طبعا البادي لانجوج مهمة جدا، يعني بتبين وطريقة شرحي وتحركات جسمي وانفعالاتي ومشاعري وحركة إيدي وحركة وشي وملامح وشي، كل ده بيأثر على التواصل الجيد. الكلمات المنتقاة أو الوردز أو الحروف أو الجمل المنتقاة في خلال الشرح أو التواصل، بقول كلمات غامضة ولا بقول كلمات مفهومة وواضحة؟ يعني زي ما أقول لحضرتك كده مثلا، الحيزبون إزاي زبون؟ كله عمال يستفسر يعني ايه الحيزبون ازاي زبون، هو انا دي شتيمه ولا حاجه؟ لا طبعا يعني تمام. لو قلت لحضرتك اولد وومن، انت فهمت انها سيده عجوز. الحيزبون ازاي زبون هي المراه الطاعنه في السن اللي هي السيده العجوز، تمام. فمعنى كده ان الجمل، ان انا بستخدم جمل صعبه او كلمات صعبه، ولا بستخدم كلمات مفهومه وسهله. هو النهارده يا جماعه الكوميونيكيشن، يا علي يا خاطر انت عمال تطلع وتدخل 20 مره، المره الجايه ما عادش مدخلك. طيب الحاجه الاهم بقى او اللي احنا محطوطه في النص بالظبط، اللي هي ايه؟ الفيس تو فيس كوميونيكيت، ان انا بقى التواصل وجه الوجه بمشاعر وشي، انت هتفهمني هتشوفني هتفهم انا عايز اقول ايه. فده اهم عنصر من عناصر التواصل. What does it take to communicate with another person؟ ايه اللي لازم علشان اتواصل مع شخص اخر؟ How are we communicating even when we aren't using words؟ ازاي احنا بنتواصل واحنا ما بنستخدمش الكلمات؟ When you being studying communication, you will find that we communicate with much more than our words. احنا لما بنيجي نتواصل او بندرس التواصل، احنا بنكتشف ان احنا بناخد او بنتعامل باكتر من مجرد ان احنا بس بنتواصل من خلال الكلمات. In face to face communicate, our words are only a part of this message. التواصل من خلال الفيس تو فيس مجرد الكلمات دي واحده من الطرق المختلفه، تمام. الفيس تو فيس كوميونيكيشن اللي هي التون اوف فويس والبادي لانجوج والفيربال كوميونيكيشن. طب نقدر نقول ايه؟ ان الثلاثه دولت الفيس تو فيس، تمام، ممكن بتجيب الثلاثه دولت مع بعض. يعني ممكن بدل ما اقول كلمات لوحدها انت سامعها او بنبره صوت او البادي لانجوج، ممكن الفيس تو فيس انت بقى شايفني الثلاثه دولت مع بعض، تمام، التون اوف فويس والبادي لانجوج والفيربال كوميونيكيشن. طيب التون اوف فويس
The tone of voice we use is responsible for about 35 to 40% of the message. يعني من 30 ل 40% من الرسالة اللي أنا عايز أوصلها اتفهمت من نبرة الصوت بتاعي. طيب الـ tone of voice أو الـ tone involves the volume you use, حجم الصوت أو مدى ارتفاع الصوت, الـ level والـ emotion المشاعر اللي موجودة في نبرة الصوت بتبين أنا عايز أقول إيه. كذلك البادي لانجوج, البادي لانجوج انكلودز اني ثينج ذي ار دوينج وذ ذير بادي بيسايدز سبيكينج, بخلاف التحدث طريقه جسمي هي اللي بتبين انا عايز اوصل رساله ايه. وي ريكوجنايز ذيس كوميونيكيشن انستنكتيفلي وذاوت هافينج تو بي تولد وات ات مينز. بادي لانجوج از يوسفول تول ذات يو كان ليرن تو يوز, لغه مفيده جدا ان احنا برضو نحاول نتعلمها. يعني في ناس اصلا بتدرس لغه البادي لانجوج عشان تقدر تتواصل بطريقه فعاله, وخصوصا الناس اللي بتتعلم فن الالقاء او في كمحاضرين. البادي لانجوج مهمه جدا. You can mimic others body language where you want to express support from them. يعني انت ممكن تقدر تلخص او تتعامل مع كل لغات البادي لانجوج لو انت عايز ايه توصل رساله. You can use person's body language to realize that your message is incomplete. البادي لانجوج بتاعت حضراتكم وانتوا قاعدين في المحاضرة انا بفهم منها مين اللي مستريح, مين اللي متضايق, مين اللي حاسس انه يبتدي يوصل له ملل من المحاضرة, مين اللي زهقان, مين اللي عنده ميس اندرستاند في معلومة عايز يوصلها لي عشان اشرحها. زي كده بالظبط لو احنا ابتدينا نشوف حاجات زي كده. واحد irritated, واحد happy, واحد confused, واحد worried, واحد annoyed اللي قاعد, واحد arrogance, واحد واخد موقف defensive او موقف دفاعي. تمام, كل الاشكال ديت بتبين لي انت ايه بالظبط في طريقه التواصل. واكتر ناس بتدرس البادي لانجوج عشان بتتكلم في فن الخطابه وفي الالقاء الرؤساء والزعماء. الموضوع ده مهم جدا في طريقه قعدتهم, في طريقه كلامهم, بيبين موقفه. عشان كده حتى في ناس بتقعد تحلل الخطابات بتاع الرؤساء بتعرف منه هو ان كان في مرتبك او في موقف دفاعي او في عداء او في موقف مضطرب, بيعرف يشوف منه مثلا الرساله زي ديت كده. واحد واقف مثلا بالطريقه زي ديت كده مبتسم انترستد, واحد في موقف دفاعي, واحد قافل دراعاته, واحد واقف بالطريقه بالشكل ده كده, واحد مستمع ليك. يعني انتوا فاهمين قصدي؟ كل ديت لو سمحتوا يا جماعه اللي بيلعب في الشاشه يبطل. فكل الاوضاع ديت بالشكل ده بتبين حضرتك انت عايز توصل لي رساله ايه. تمام؟ كل ديت البادي لانجوج موجوده بالشكل ده كده. طيب الفيربال كوميونيكيشن, choosing our words carefully, اختيار كلماتنا بعناية, is a way to enhance our message, عشان احسن الطريقة او الطريقة ان انا احسن الرسالة بتاعي. But we should remember that it is not the most important part of the message. مش هي اهم حاجة في الرسالة, في حاجات اهم من كده. تمام؟ الـ physical communication, although it is less used, مش مستخدمة بكثرة, in a business scenario, there is one last element of communicate that all of us use on a regular basis. At work, you might use it some to pat someone on the back or to give them a slight tap on the shoulders to give or to get their attention. ال physical communication يا جماعة, عارفين حضراتكم كده مثلا لما يجي واحنا كنا قاعدين في اللجان مثلا وقاعد متوتر, ويجي المراقب او دكتور الماده ويجي يطبطب على كتفك كده, يحط ايده على كتفك كده, ده بيدي لك رساله طمانينه او راحه نفسيه. تمام, يهدي من اعصابك. فانا نقلت رساله اما جيت تواصلت مع حضراتكم زي مثلا, او حتى مثلا اخ واخوه ماشيين مثلا, ما بيجي يطبطب على كتفه او هو ماشي ويحط ايده على ظهره, الحاجات اللي زي ديت ده بنسميه الفيزيكال كوميونيكيشن اللي هو التواصل الجسدي. تمام, بس هو
ما ينفعش طبعا في المجتمعات، هو ممكن في بعض المجتمعات ينفع وفي بعض المجتمعات ما ينفعش، وخصوصا لو انا مثلا شخص او راجل وست، تمام؟ ما ينفعش ان انا اروح في اللجنه اطبطب على كتف انسه من الانسات، طبعا عندنا هنا ما ينفعش، بره لا عادي الدنيا ايزي ما فيش مشكله، يطبطب عليها ويسلم عليها يعني ما فيش مشكله، تمام؟ بل بالعكس احنا هنا في مجتمعاتنا الشرقيه الناس لما بتيجي بتسلم على بعض، الرجاله بتسلم على بعض وتبوس بعض، كذلك السيدات، بره العكس ما فيش الكلام ده، تمام؟ العكس هو اللي بيحصل، الرجاله بتسلم على السيدات وتبوسهم، لكن الرجاله مع بعض الكلام ده يقول لك لا انت عندك في عندك مشكله زي شاذ جنسيا او كده يعني، تمام؟ ان ازاي تسلموا على بعض وتبوسوا بعض الرجاله او السيدات نفسهم، لا هو ما بيحصلش. فكل ده الفيزيكال كوميونيكيشن له معايير بقى خاصه، وله طبيعه، طب مرتبط بالطبيعه الدينيه، مرتبط بالطبيعه الاجتماعيه، مرتبط بالوسط والبيئه اللي احنا متربيين فيه، بس هو برضو من ضمن الطرق للتواصل اللي هو الفيزيكال كوميونيكيشن. بكده احنا نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا وشفنا انواع التواصل اللي هي وجهات النظر اللي احنا بنفهمها من خلال التواصل المختلف، وعرفنا البرسبكتيف اوف كوميونيكيشن او وجهات النظر، وشفنا عندنا الانواع التواصل الفيجوال، او احنا شفنا الاول الادراك البصري والادراك اللغوي وانواعهم، وبعد كده شفنا التون اوف فويس واللغة بتاعتنا ونبرة الصوت، وشفنا العوامل اللي بتأثر على وجهات النظر، وبعد كده شفنا ايه بقى اللي هي العناصر التواصل. بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، انا هوقف الفيديو وبعدين نعمل ديسكشن مع بعض للمحاضرة يا شباب.